انجلترا. مرحبا اسمعني معكم بفيديو جديد. اهلا وسهلا فيكم لمايك لاب الحلقة رقم 2. اذا بدكم هاي السلسلة تستمر اليوم لازم نوصل المقطع ل 10,000 لايك. امبارح الماستر ليج قطعت 7,000 وراح توصل ل 10,000 لانه انتو كفو جيش اسماعيلين. واهلا وسهلا فيكم لتفتيح باكيجات مايك لاب. اليوم الباكيجات نارية، عنا نسخة صلاح ال 94 لهيك لبسنا ليفربول، اسا ولعل يطلع عنا. خليني استعرض عليكم الباكيجات بسرعة. الباكيج الأول في 30 كرة سوداء، 90 ذهبية و 180 فضية، يعني ممكن الحظ يكون سيء فيه، ولكن رح نفتح منه 3 باكيجات. في أغويرو، أليسون، سواريز، كاسيميرو، كريزمان، ستيرلينج، كيميتش، بيكي، وفي لاعبين أيضا آخرين. إن شاء الله يطلع لنا لاعب جيد من هدول لحتى نكمل التشكيلة. بعد شوي رح فرجيكم التشكيلة. كمان الباكيج الثاني كمان 20% كرات سوداء، 30% ذهبية و 50% فضية، واللاعبين هن بصدارة القائمة ليو ميسي. عندي ليو ميسي، عندي نسختين لليو ميسي، فما بتمنى يطلع لي كريستيانو رونالدو، ليفاندوفسكي، فان دايك. والله فان دايك ممكن، امبابي، تير شتيغن. صراحه اللاعبين اللي بالباكج كلهم خرافيين، ولكن ان شاء الله يطلع لنا كره سوداء مثل ما شايفين هؤلاء اللاعبين، بوجبا، وبعدين الكرات الذهبيه. وهلا بنجي على الباكج المضمون، الباكج الخرافي. فقط 20% راح تكون ذهبي و80% كرات سوداء، يعني فرصتنا 80%. فقط في لاعبين، محمد صلاح الفرعون المصري، مو صلاح 94، فاليوم ان شاء الله يطلع لي. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. عدد اللاعبين 11 مثل ما شايفين، فالكاو، في لاعبين كتير صراحه مثل ما شايفين كلهم كرات سوداء. واخر شيء عندنا هدول اللاعبين اكيد راح يطلعوا لي، ولكن حتى لو طلعوا هدول اللاعبين لعندي راح يضل لي كره سوداء، فان شاء الله ما يطلعها. بعرف حظي وبعرفه، ولكن اليوم انا متحمس وما بعرف ليش لبست قميص صلاح وحاسس انه راح يصير شيء خرافي. فحاليا راح بلش بالباكج هذا اللي استعرضته عليكم قبل شوي، وعلى التوالي راح نكمل لنوصل للباكج الاخير، باكج محمد صلاح. وبسم الله بسم الله، اول باكج نشوف الحظ اليوم هل سيكتمل فريق اسماعيلين والمايك لاب. بسم الله، اول باكج اغويرو، ماني زعلان. اوه البرازيل شكله. مين؟ كرة ذهبية. اول باكج عادي، هدول الثلاث باكجات اصلا ما ناطر منهم شيء. لاعب مو معروف مين هو. يلا بسم الله، يا رب يا رب يا رب كرة سوداء، يا رب المايك لاب. ذهبي مرة ثانية. اوف بلش الحظ سيء. بايرن ميونخ رقم 5، حلو مدافع البايرن بافارد، صراحة جيد وبيفيدني بالفريق لأنه حاليا لسه الفريق ببداياته. الباكج الثالث نقول بسم الله، لساتني متأمل إنه يطلع لي كرة سوداء من هون. يا رب يا رب يطلع لي كرة سوداء. أغويرو يا الله، لاعب جيد إيطاليا. كرة بيضاء واليوفي كمان. ديميرال اللاعب التركي، معقول كرة بيضاء او فضيه صراحه؟ 79، والله هذا لاعب جيد انا بعرف. فحاليا راح نروح لهذا الباكج، كريستيانو رونالدو، ليفاندوفسكي، وفان دايك، ومبابي، اللي فيه 20% كرات سوداء و30 ذهب. فبسم الله، هالمره فرصتي اعلى بانه يطلع لي لاعب كره سوداء. هالمره 20% سوداء و30% ذهبي، يعني لازم يطلع لي كره سوداء. يا رب يا رب يا رب. فرنسا، مبابي مبابي. شو هالحظ هذا يا اخي؟ شو هالحظ هذا؟ شو بدي اساوي فيك انا؟ شو بدي اساوي فيك بماي كلاب؟ الباكج الثاني، بسم الله بسم الله بسم الله. مبابي يلا، رونالدو يلا، ممكن رونالدو ممكن رونالدو. الكرة السوداء، انجلترا، مين؟ سوداء، مين؟ مين؟ مانشستر، رقم 5، ذكروني صراحة، وقف مخي، مدافع. وماغوير ينضم الى الفريق، 85 صراحة، ها يعني بلش الحظ شوي يجينا. حاليا خلينا نروح على الباكج الاخير اللي فيه محمد صلاح. راح استعرض عليكم الباكج مرة اخرى، كرات مضمونة 80%. ممكن نرجع للباكجات الثانية ونرجع نفتح فيهم، ولكن خلاص انحرق دمي، لازم يطلع صلاح. لبسنا ليفربول يا صلاح. عندنا فالكاو خرافي، مانداندا حارس، كمان ما عندي حارس. في لاعبين كتير، حتى لاعب المنتخب البرازيلي ريتشارلسون، وعندك فيبريغاس، جابرييل، في صراحة لاعبين جدا كويسين، ولكن صلاح على صلاح راح غمض والله، ما عم طلع ابدا، ها ما راح طلع. بسم الله، صلاح صلاح ولا شو يا شباب؟ خبروني
صراحة أنا ما بعرف شو عم يصير هلا، بس حاسس إنه لاعب خرافي. صلاح أمام المرمى، فالكاو وأخيرا صار عندي مهاجم ممكن ألعب فيه، يعني هو ثاني أفضل لاعب بالسلسلة. أهلا وسهلا فيك إلى الفريق يا فالكاو، مع أني كنت ناوي على صلاح، ولكن بضل ثاني أفضل لاعب بالباكج كطاقات طبعا. فهلا راح نروح للباكج الثاني، صلاح هالمرة خلاص راح شوف، لنشوف عيوني والله صراحة وقت غمضت طلع لي لاعب منيح، لهيك هالمرة كمان راح أغمض. بسم الله بسم الله، صلاح فرنسا ما راح أقدر إذا ما طلعت كرة سوداء مرة ثانية. مين كان اللاعب الفرنسي؟ نسيت، ذكروني. كمان مدافع كونغري، ما بعرف إذا اللفظ صح. 85 صار أنا مدافعين جيدين، ولكن الباكج الثالث والأخير راح يطلع صلاح ولا شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب يا رب. آخر مرة، آخر محاولة، ما بيحق لنا نفتح غيرها. بسم الله يا رب، فخر العرب ولا شو؟ انجلترا. في يوم الوالدة، في يوم الأم، في يوم أم تيتي. أم تيتي. لك والله العظيم يعني فكرت صلاح نظام. تم توجيه دعوة لأمهات اللاعبين. أوف يا أخي، حرام والله العظيم. يشوفون العيال. أم تيتي يشوف أمه. أم ميسي ممكن تشوف. فإذا صلاح ما طلعنا بالباكج، لكن رح نرجع هلا لهذا الباكج اللي فيه ميسي ورونالدو، ليفاندوفسكي وفان دايك ومبابي، ممكن يطلع لنا شيء. وفي الباكج الاول، خليني اشوف الباكج الاول، ارجع شوف اذا ممكن يطلع لنا في شيء. صراحه هذا الباكج سيء جدا جدا، يعني سعره 250 و لا، هاد خلينا على هاد، هاد سعره فيه يعني نسبه منيحه. فبسم الله بسم الله، شكلي راح اصرف الكوينز بس يطلع لي مهاجم منيح. عندي ميسي، وتخيلوا مبابي جنب ميسي، يلا مبابي. بسم الله بسم الله، مين؟ كرة سوداء، حلو، بايرن شكله، بايرن ميونخ، تياغو الكانتارا، تياغو الكانتارا، ممتاز، خط وسط خرافي. حلو الحظ، بلش وبلشت تشكيلتنا. وهلا بعد شوي رح اشتري مدرب معكم وفرجيكم كيف تشكيلة، ممكن نجرب اللاعبين مرة تانية. رح افتح، شكلي رح خلص الكوينز على هذا الباكيج، لازم يطلع لي مبابي. يا رب يا رب مبابي. بسم الله بسم الله بسم الله، يا حظي يا حظي يا حظي. مين؟ ذهبي يا اخي، حرام عليكم. كمان البايرن طلع لي نص لاعبين للبايرن، مارتينيز، ولكن حاليا شوي شوي عم تكتمل التشكيله، يعني صار في عنا ذهب واسود ممكن يكملنا التشكيله ونقدر نتقدم شوي بالماي كلوب. يلا رح نفتح مره ثانيه، ممكن يكون هذا اخر باكج، ما بعرف اذا اخر باكج، ولكن انا مصر يطلع لي كريستيانو او مبابي، مصر جدا جدا. بسم الله بسم الله بسم الله، انجلترا انجلترا، الكره الذهبيه. أوه دافيد لويز، حلو حلو، معلش بيطلع لاعب مميز دافيد لويز، معلش. صراحة معي 2000 كوينز وهذا الباكج لازم يطلع لي منه رونالدو أو مبابي، رح ارجع اجرب عادي، أمرنا لله، شو نسوي، رح نرجع نجرب لحتى يطلع لي لاعب خرافي. هلا فالكاو ممتاز صراحة بالهجوم، لكن ممكن 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 مبابي، ممكن رونالدو. لا شو هذا يا أخي، شو هاد شو هاد الحظ هاد يا اخي، جلطة سراي، خلاص طلع لي لاعب، حلو عني يا اخي. انا عنيد جدا عنيد جدا، وشكلي راح اخسر كل الكوينز اللي عندي، خلاص اخر مرة عن جد، خلاص والله اخر مرة، لانه اذا ما حلفت راح ارجع افتح، خلاص والله هاي اخر مرة عم بحلف قدامكم انه والله اخر مرة، هذا اخر باكج. يا رب يا رب، اذا عامل انا حسن بحياتي طلع لي باكج منيح يا رب. شكله نفس اللاعب اللي مشوي،
قلعه اسراي وفينرباشا. ليش حلفت يا الله؟ ليش حلفت؟ انا قام بدي هسه افتح باكيجات. فحاليا راح فوت ظبط هاي التشكيله اللي شايفينها امامكم هلا، بيضه ذهبيه، ما في غير ميسي وبويول عندي ايكون لحد الان، لانه بالحلقه الاولى اذا بتتذكروا ما اعطوني ايكون غير لاعبين، لانه انا بال2020 مالي لعبان. ولكن هلا رح نقلب التشكيله، وحسب التشكيله رح نختار مدرب. يعني رح شوف في زيدان اغلى مدرب، ولكن ما حابب اشتريه واندم، فرح ظبط التشكيله وعلى هالاساس اشتري مدرب. هلا التشكيله مبدئيا ظبطتها هيك، رح نطلع هلا نشتري مدرب. رح اشتري زيزو، بتوقع 4-3-3 عندي، لاني عندي لاعبين سي ام اف، ما عندي اي ام اف، وما عندي جناح يمين محل ميسي لحتى رجعه، فلهيك رح نعتمد على ميسي على الجناح، وفالكاو كرأس حربة، وكمان منا لاعب يسار ممكن يطلع لنا بالحلقات القادمة. هلا رح روح اشتري المدرب ونشوف شو رح يصير معنا. فمثل ما شايفين زيزو هو الاغلى حاليا، عنده مهارات الادارة 900 والتكيف 90، فزيزو ممكن نشتريه ب 690 كوينز، يعني 7 باكجات. فحاليا اجباري رح نتعاقد معه، يعني بناسب خطتي كتير كتير، حتى هي خطتي زيزو لازم يكون موجود فيها، مو لانه الاغلى ولكن بناسبني، لاني ما عندي لاعب صانع العاب حاليا IMF، فممكن هو الافضل لي، لانه انا بلعب كتير 4-3-3. فخلينا نشوف. فحاليا هي هي افضل تشكيله ممكن نحصل عليها مع زيزو. اسا فريقنا ضعيف جدا، لازمنا لاعبين ليجندز، فان شاء الله بالحلقات القادمه اذا اجت باكجات حلوه مستعد افتح 1000 باكج بس يطلع لي لاعب منيح. ولهون بتكون خلصت حلقه اليوم. اذا عجبتكم فكره ماي كلاب وبدكم كمل فيها وفرجيكم مباريات الاونلاين ونلعب تحديات، فاضغطوا على زر لايك واكتبوا كلمه السر تحت، رح نغيرها ميسي 19. كل شخص وصل اخر الفيديو يكتب ميسي 19. شكرا لكم على المتابعه، وبانتظار 10,000 لايك. دمتم بالف خير.